كتاب خوارزمية الذاكرة من الألف إلى الياء. ليش كتبت هذا الكتاب؟ سؤال مهم جدا. نحن تعلمنا في المدارس والجامعات كل شيء إلا أنه كيف نتعلم. لذلك قدمت دورات عديدة على الإنترنت بعنوان تعلم كيف تتعلم، وكتبت بهذا العنوان عدة مقالات، وإجا الدور أني أجمع هذا الشيء بكتاب. الخوارزمية بتتكون من ثلاث أقسام رئيسية، اللي هي مدخلات ومعالجة ومخرجات outputs، input processing output. الانبوت هو الشيء اللي بتدخله للخوارزمية، المعالجة هي المرحلة اللي بتجري فيها العمليات والإجراءات، والoutput مخرجات هي المنتج النهائي. طيب ليش عملناها الفابت على شكل أبجدية من الألف إلى الياء؟ كمان سؤال مهم. اخترنا ثلاث معايير لبناء الألفابت. أولا سهولة الحفظ والتذكر، لما يكون كتابك مرتب بشكل أبجدي يكون سهل الحفظ. ثانيا ترتيب وفق الأبجدية من الألف إلى الياء. ثالثا أي موضوع ليس له صلة بخوارزمية الذاكرة تم استبعاده، ولم يتم كتابة أي معلومة ليست ذات فائدة أو قيمة للخوارزمية. يعني هيك تم الانتقاء بمعايير عالية لكتابة هالكتاب. شوفي بالمدخلات، مدخلات عملية كبيرة جدا بالنسبة للذاكرة القوية. كتبنا كثير أشياء وجمعنا مراجع لا تتخيل كم هي كثيرة. بلشنا بالكتاب بقسم المدخلات، بلشنا بالنوم، شرب الماء، بالتغذية السليمة، بعملية الرياضة، التنفس والإيحاء والتخيل. كثير أشياء لها علاقة بعملية قبل الاستذكار والدراسة، يعني مثل ما بيقولوا التهيئة. وكتبنا فصل الاستعداد اللي هو أهم فصل من فصول الخوارزمية، يجا بحرف الخاء. بقسم المعالجة بروسيسينج كمان قسم مهم اللي هو قسم الإجراءات، كان القسم يلي بيحتوي على الأدوات الكثيرة في خوارزمية الذاكرة. من وجهة نظرنا أي كتاب لا يحتوي على أدوات بتقدر تطبقها كتاب ناقص. ومن وجهة نظرنا كمان كمدربين لازم نعطي إجابة عن سؤال كيف، يعني لازم يكون في مهارات. فبالتالي قسم المعالجة كان بيحتوي على أكبر كم من هاي الأدوات والمهارات. كتبنا كثير أشياء بهذا القسم، تشمل أشياء مثل عملية المراجعة والتكرار بشكل منتظم خلال الفصل الدراسي. لازم نعمل مراجعة دورية. ليش ما بصير انك تذاكر اكثر من ساعة متواصلة؟ جبنا احدث الابحاث عن العالم الالماني ابن كاوس، عالم القرن العشرين، وتكلمنا عن منحني التذكر. ايضا ادوات كثير مهمة اللي هي عبارة عن ادارة الوقت، تحديد الاهداف، وزيادة الدافعية. تكلمنا عن نماذج مهمة كثيرة، جاب، كيدز، ديسك، سمارتر، بعملية وضع الأهداف وزيادة الدافعية. كمان كتبنا عن الخرائط الذهنية وبطاقات لمحات الموجزة اللي هي عبارة عن أدوات القوة في التذكر. وبعد هيك راح تسمع عن أدوات يمكن أنك ما سمعت فيها من قبل، راح تشعر بقراءة وشو هي أنواع القراءة المختلفة وشو بالنسبة لموضوع القراءة السريعة. وكمان موضوع مهم يلي هو كتابة الملاحظات أثناء القراءة أو الفصول الدراسية والمحاضرات. كتبنا ملاحظات مهمة جدا بالنسبة للفصول الدراسية وشلون أنك تستفيد منها بأكبر نسبة ممكنة. تأتي أهمية التوجه الذهني بالنسبة للطالب، اللي هي عبارة عن أنه المعلم ما راح يعلمني كل شيء، ومسؤولية التعلم هي مسؤولية الطالب. فبالنسبة لهذه المعلومة ممكن تعمل فرق كبير بالنسبة لك. طيب وشو منشان قسم المخرجات؟ اعتبرنا قسم المخرجات هو المنتج النهائي اللي راح يجي بعد عمليتين مهمتين جدا، اللي هن الانبوت المدخلات وعملية المراجعة المعالجة بروسيسين. طيب شوفي قسم المخرجات، نحن طبقنا معايير عالية باختيار الأقسام والفصول اللي راح نكتب فيها، فبالتالي كان قسم المخرجات عبارة عن ثلاث فصول فقط. شو هي هي الفصول؟ عبارة عن الاختبارات وكيف تنجزها باحترافية، وعبارة عن كتابة المقال أو البحث سواء بالجامعة أو بالمدرسة. المقال بيجي عندك أسئلة المقال ممكن تجيك بالاختبار، أو يطلب منك مثلا موضوع تعبير فكيف تكتب المقال والبحث. والفصل الأخير من الكتاب هو عبارة عن ماذا بعد النجاح، شو المرحلة اللي بعد النجاح أنك حققت الهدف الدراسي، لها شرح وتفاصيل معينة. بعدين ألحقنا بالكتاب قاتمة والمراجع واختبارات. كل فصل من فصول الأبجدية كان بيحتوي على اختبار من 10 أسئلة تعزز عملية تعلم الفصل هذا. هذا هو كتاب خوارزمية الذاكرة بشكل مختصر من الألف إلى الياء، The Memory Algorithm from A to Z.